أن المعاناة مريض السرطان أو مريضة السرطان في بعض الحالات يكون صعبا جدا بالنسبة للعائلة، بالنسبة للمرأة المصابة، وفي بعض الحالات حتى هذا السرطان بعض حتى يؤدي إلى أمراض نفسية وعقلية خطيرة لعدم قدرة تقبل المرأة لهذا المرض، لأنه هذا المرض يصيب ما يسمى يعني رمز الأنوثة، ورمز الأنوثة بالنسبة للمرأة هو عادة يعني الثدي، وهو المرأة دائما تبحث عن الجمال وتبحث عن السعادة، لكن لما يصاب هذا العضو، العضو ما كانش للمرأة اللي ما غاديش يعني تعيش اكتئاب في بعض الحالات أو حالات قلق مستمرة اللي تؤدي بنا إلى أمراض كما قلت نفسية وعصبية وبعض الحالات عقلية خطيرة. لذا إن شاء الله احنا نتمنى إن شاء الله ما نوصلوش لهذا الشيء، والنساء يعني اللي يكونوا يعني شاكين في فوسهم على الأقل نمشي تشخيص مرة في السنة، مرة في السنة ما مثل تعلق المرض بالبيت وبأمور البيت، ونسمح في أنفسنا والله عز وجل يعني كنشوفوا يعني الله عز وجل دائما في الإعجاز العلمي للقرآن الكريم سواء في السنة ويعني في السنة النبوية أو في القرآن الكريم دائما وعلى نفسك حق، كي انت الله نفروحي غادي نقدر نمد للناس، كيفاش انا ما رانيش مليح ونقدر نمد للناس، يعني هذه معادله خاطئه، وبالتالي وعلى نفسك حق. وكنرجعوا كذلك لعامل الحزن يعني الموجود بالنسبه للمراه الكرب الطويل، لانه بعض الحالات يوقعوا لنا بعض المشاكل في الحياه ندخلوا فيما يسمى حاله الاكتئاب العابره، لكن في بعض حالات المراه تشد يعني في ذلك الحزن العميق والذي يؤثر على انتاج يعني هرمون السيروتونين، يؤدي الى كذلك خلل على مستوى انتاج هرمون مادة يعني برولاكتين، وكذلك إنتاج على مستوى مادة الأدرينالين المهمة في جسم الإنسان، بعض حالات هذه المادة تنقص أثناء عملية الاكتئاب أثناء يعني العصبية، ولما تنقص هذه المادة غادي تأثر لنا على مستوى الغدة الكظرية، وبالتالي نصاب يعني بحالة اكتئاب فقدان الشهية في الحياة، وحنا نتمنى إن شاء الله فقدان الشهية في هذه الحياة. نحن نحقق ما نريد، لكن نحقق ما نريد. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.